سلام بنات ومرحبا بكم معايا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كما العاده. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه رائعه، تورته سهله واقتصاديه وسريعه وبمكونات جد بسيطه، تتوجد في دقائق وتجي هائله لا في المذاق ولا الشكل ديالها. بالنسبه للطبقه الاولى ديال الجنواز غنحتاجوا المكونات التاليه: غنحتاج 3 ديال البيضات، 7 ملاعق سكر، 7 ملاعق حليب، 7 ملاعق زيت المائدة، و7 ملاعق ديال الدقيق. وغنحتاج ايضا 2 ساشيه ديال خميرة الحلويات، وايضا 1 ساشي ديال سكر بنكهة الفانيلا، 1 ساشي ديال بودرة الكاكاو. هادو هما المكونات. دابا غنتقلوا لطريقة التحضير. في اناء غنعمل 3 ديال البيضات، وغنضيف عليهم 7 ملاعق سكر، وايضا غنضيف الفاني سكر بنكهه الفاني، وغنخلطهم جيدا بالطراب الكهربائي حتى ينسجموا ويوليو بحال الكريمه. صافي، من بعد ما خلطهم جيدا دابا غنضيف الزيت والحليب، من بعد غنعاود نخلطهم بالطراب الكهربائي ودابا غنضيف 7 ملاعق ديال الدقيق، وغنضيف 2 ساشيه ديال خميره الحلوى وبودره ديال الكاكاو، وغنخلطهم بملعقه خشبيه. حتى ينسجموا المقادير. صافي، ها هو الخليط ديالنا واجد. دابا غنجيب المول، انا دهنته بالزبده، تقدروا دير ورق الزبده بحال بحال، وغندير فيه الخليط وغندخلو الفران مده تقريبا ربع ساعه.
صافي. من بعد ما طاب الجينواز وخرجته من الفران غنتقبو بالشوكة. من بعد غنسقيه بواحد السيرو ديال الحليب وخلط معاه ملعقة ديال كولاكاو، اولا تقدروا ديروا معاه نسكافي ولا تخليو غير الحليب بوحدو. من بعد ما غنسقيها غنخليها جانبا باش تبرد وننتقلوا باش نوجدوا الطبقة الثانية. بالنسبه للطبقه الثانيه فغنحتاجو البودره ديال شونتي، وغنحتاجو كاس ديال الحليب يكون بارد جدا باش يسهل علينا نطلعو الكريمه. في اناء غنعملو بودره شونتي وغنضيفو عليه كاس الحليب، من بعد غنخلطهم جيدا بالطراب الكهربائي حتى تطلع لينا الكريمه وتولي شاده في راسها. صافي كما كتشوفوا هي الكريمه وجدتها، هو القوام ديالها كيفاش كيجي. دابا غنخليوها جانبا وغنتقلو باش نوجدو الطبقه الثالثه اللي هي عباره عن صوص شوكولا اللي غنحتاجو فيه الشوكولات ونحتاج فيه الديسير شوكولا. صافي هادو هما المكونات. غناخدو كسرونه غنعمل فيها الشوكولات وغندوبها في حمام مائي. من بعد ما ذوبتها في حمام مائي غنزيد عليها ضانيت شوكولا وهي باقي سخونه. وغنخلطهم جيدا حتى ينسجموا. راني ضفت ليها واحد داني شوكولا واحده اخرى يعني جوج. صافي هو واجد وغنخليها جانبا حتى تبرد شويه. اما الجينواز من بعد ما برد فغنضيف عليها الكريمه. صافي وغنصوب هاد الكريمه جيدا حتى يجي متساوي الوجه ديالها، وغنضيف عليها لاصوص الشوكولا من الفوق اللي غيكون بارد باش ما تذوبش لينا الكريمه.
صافي وغندخلها للثلاجه حتى تبرد جيدا، من بعد غنخرجها وغنزينها. التزيين كيبقى اختياري. ها هو الشكل النهائي ديالها، كما شفتوا راني زوقتها بالفريز ودوك الحبيبات. كنتمنى ان الوصفه نالت اعجابكم، وما تبخلوش عليا باللايكات، وشكرا لكم بزاف وبالصحه والراحه.